البداية إذن. باكايو ساكا موهبة كبيرة، أظهر تنوع كبير في إمكانياته وفي المراكز اللي ممكن يلعب فيها منذ ظهوره الأول على الساحة. بالتأكيد هذا التنوع يجعله يكتسب خبرات أكثر ويجعله يفيد الفريق بشكل أكبر. جابرييل ماغالايس، رايس يلعبها في الجهة المقابلة. ساكا يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يلعب كرة، كرة رأسية ضربهم، كواهم، أحرق مرماهم. يا إلهي، كرة في المرمى، ضربة أولى رائعة في هذه المباراة. الآن تأتي الفرصة من أجل تحقيق الفوز، ويجب الحفاظ عليها حتى سماع صافرة النهاية. رغم الرقابة كان ينتح في التسجيل بكل هدوء، لا يمكن إيقافه بسهولة. لعبة رائعة منه، يعرف كيف يتخلص من الرقابة، يعرف كيف يتعامل مع الضغط. هذه سمات اللاعبين الكبار. هدف مبكر جدا يشعل هذه المباراة. باستوني، تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز إلى مارتينيز، يلعب كرة للجانب الأيمن. رايس، أوديغارد، سليبا، وايت، تغيير اللعب الآن. دومفريس، لعبة أي كلام، لم ينجح حتى في تجاوز منتصف الملعب. يعود بالكرة وسط الملعب. جورجينيو، رايس يبحث عن المهاجم، إبعاد الكرة مطلوب هنا. تورام يلعبها على اليمين. باريلا يستقبل كرة في وضعية ممتازة، قد تكون هذه فرصتهم. كرة إلى الأمام. هافرز، ساكا، ساكا وصلت إليه، عرضية داخل منطقة الجزاء، يبعد الكرة عن المرمى، يستعيدها رايس. الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. دي فراي، باريلا، بافر، وايت، ساكا، مختك، تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. كرة طويلة للأمام، جابرييل مارتينيلي، ساكا يجرب حظه بالتسديد. تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير، ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. ضربة رأسية،
وفي النهاية كانت خارج المرمى تماما. باريلا لمسة إلى الهجوم. سليبا، جابرييل ماغالايس، تلعب الكرة إلى الأمام. مختاريان، مارتينيز. أي دفاع في هذا اللقاء، دفاع حديدي بالفعل. جابرييل ماغالايس، سليبا، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، يحاول تمريرها من بين المدافعين. تشانالوغلو، باريلا. من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير، يلعبها على طرف الملعب. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يلعب كرة أرضية داخل 18. فرصة أخرى، جابرييل ماغالايس، قلب الأسد، يبعد الكرة بشكل رائع. هافرتز، مارتينيلي، يلعبها في المساحة، كرة تصل اللاعب. تورام، دومفريس، شالهانوغلو. تدخل جميل واعتراض أجمل. أرسنال يعتمد على الظهيرين في خلق زيادة عددية في الهجوم، بالتالي يضغط الخصم في مناطق خطة تحتاج إلى ظهيرين عصريين بإمكانيات بدنية وفنية عالية، بمهارات عالية حتى تتمكن من تطبيق مثل هذه الخطط على أرضية الملعب. دومفريس، كرة طولية ممتازة نحو الهجوم. تشانالوغلو، استعادة الكرة سريعا. الكرة ملعوبة من مسافة، لمسة على اليسار، وايت يبعدها. أوديغارد تدخل في الوقت المناسب لاستعادة الكرة من جديد، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. أرسنال أفلت من المرتدة، ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحارس تورام. رائع هذا التصدي، رائع هذا الحارس، رائع ردة الفعل. تورام ظن أنه تمكن من الحارس لكنه كان مخطئا. يا ولد على هذه المهارة العالية. وايت، أي ظهير أمامنا، ظهير رائع وعصري وجميل جدا. دومفريس، تشالهانوغلو، تشانالوغلو. لعبة في منتهى الروعة، ولكن في الأخير لم ينجحوا في التسجيل. جودة كبيرة أظهرها الفريق في صناعة الفرص على المرمى. ليس من باريلا يتسبب في احتساب المخالفة. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. باريلا، بينية تمر. تشانالوغلو، باريلا يستعيد الكرة بعد ضغط قوي. أوديغارد متأخر في النتيجة لكنه يقدم مباراة قوية وقادر على العودة في المباراة بكل تأكيد.
ويسدد. حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينة. تشانالوغلو يعترف هنا بروعة هذا الإنقاذ، روح رياضية جميلة في الحقيقة. اليد، وهذه رمية جانبية. تشالهانوغلو يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب، فاتت ومرت وصلت إليه، لم يقدر على الدوران بالكرة هنا، ربما في محاولة مقبلة يتمكن من فعلها، دفاع كانت له الأفضلية. هافرتز لا يمكن إهدارها. ساكا، هافرز، جابرييل مارتينيلي، رايس، هافرز يلعب كرة على اليسار وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. يا لعيب، كرة جميلة هنا، لعبة جميلة، تسديدة أجمل. يبعد الكرة إلى بر الأمان ويعود بالكرة إلى الوراء. جورجينيو، رايس، أوديغارد، جورجينيو، هافرتز، هل يمكن أن يستغل كرة رأسية؟ يا لها من كرة، لكنها في الأخير بعد مجهود رائع جدا، محاولة جيدة من الفريق، لكن عليهم التركيز على إنهاء الهجمات، استغلال الفرص بشكل أفضل. ينجح في قطع الكرة، تحكم غير عادي بالكرة، ويلعب كرة أرضية، تشتيت الآن، يلعبها إلى الحارس. يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، يلعب كرة بينية، مع الضغط ينجح في استعادة الكرة. مختاريان، هافرتز، جابرييل مارتينيلي، يمر ويلعب كرة بينية، يشتت الكرة بعيدا. أمام فرصة للتسجيل. الله، هافرتز، كرة أخرى تضيع، أي سوء حظ يلازمهم اليوم. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. مختاريان يعيدها إلى الحارس. الحارس يبدأ الهجوم بكرة طويلة. تشانالوغلو، إنتر ينقل الكرة بشكل سريع ورائع. لمسة على اليسار. دفاع جيد هنا، رغم أنه يأتي من لاعب هجومي. يلعب كرة على اليسار. ينجح في لعب كرة أرضية. Thank you.
وايت يحاول أن يلعب كرة بينية، يلعب الكرة العرضية. الفكرة ذكية ولكن التمريرة لم تكن بالشكل المطلوب. يبعدها عن مناطق الخطورة. ضغط كبير يساعده في استعادة الكرة. بينية جميلة، هل ينجح في المرور؟ يلعبها ببراعة. يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا، يا لها من كرة، ويا له من تألق، ويا له من حارس مرمى. يبعد الكرة عن المرمى. أرسنال ومحاولة مع المرتدة. تحول سريع في الملعب. ممتاز في التمرير. يلعبها لمنطقة الخطر. مارتينيز. محاولة في منتهى الروعة لكن كانت تحتاج إلى شوية حظ. شوية حظ. مارتينيز لا يمكن أن يلام على ضياع هذه الكرة، سددها بشكل رائع. القائم وقف أمامه، سيء الحظ في هذه اللقطة. ملعوبة قصيرة من تشانالوغلو. باريلا. باريلا. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم. تصدي رائع من الحارس. سليبة، كرة إلى الأمام. لمسة ساحرة هنا. أوديغارد. جابرييل ماغالايس. أوديغارد. سليبا. وايت. ايش هذا، ايش هذا، تجاوز بمهارة غير عادية. تشانالوغلو يلعبها طولية، ينجح الدفاع في إبعادها. تشانالوغلو يلعب كرة قصيرة. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة، يسيطر على الكرة. الآن فرصة لهجوم معاكس. الهجوم تحول الآن إلى الجهات الأخرى. أرسنال لديه جودة كبيرة في التمرير، مهارة كبيرة في الاستلام. يس، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. قرار الحكم في وجود خطأ خارج منطقة الجزاء، الإعاقة كانت خارج المنطقة في رأي الحكم. ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار إنذار شفهي للاعب. الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. تغيير اللعب على الأجناب وتلعب عرضية أخرى. عدت الكرة، يحاول أن يسدد الكرة من هنا. أوصلها إلى المرمى. جابرييل مارتينيلي. الضغط كان عليه قوي جدا.
يحتسب الحكم ركلة حرة. جابرييل مارتينيلي، ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة. إبعاد ناجح للكرة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ بينية رائعة. جابرييل مارتينيلي، رايس يلعب الكرة إلى الوراء، هافرز، وكرة في اتجاه المرمى، جول. رغم الرقابة كان ينجح في التسجيل بكل هدوء، لا يمكن إيقافه بسهولة. لعبة رائعة منه، يعرف كيف يتخلص من الرقابة، يعرف كيف يتعامل مع الضغط. هذه سمات اللاعبين الكبار. الآن النتيجة 2-0، من الواضح جداً أنهم يسيطرون تماماً على مجريات اللعب. واضح جداً للجميع بصراحة مجريات هذه المباراة، تقريباً يمكن القول أنها في اتجاه واحد. يلعبها على طرف الملعب، يلعب كرة طويلة، يمكنهم الانطلاق فيه. يا لها من فرص، تورام، وينجح في تسجيل الهدف. في مواجهة من هذا النوع كان لابد من فريق فائز بالتأكيد. تم تذليل الفارق إلى هدف وحيد. رايس، تمريرة قوية أكثر من اللازم، لمسة داخل منطقة الجزاء، ينجح في إبعادها عن مناطق الخطورة. كرة عرضية للقائمة، تسديدة في اتجاه المرمى، ردة فعل ممتازة للكرة في المنطقة. مشاكل كبيرة في الدفاع، واضح أيضا أن المدرب سيواجه أزمة كبيرة جدا في هذه المباراة بسبب دفاعه. يلعب كرة للجانب الأيمن، دومفريس في موقع جيد لاستغلال المساحة، المسافة وأيضا مرتدة. دومفريس، مرور جميل، مهارة عالية. أوديغارد، جورجينيو، رايس، سليبا، وايت، تدرج كروي رائع، تمريرات سريعة وقصيرة.
كرة من جهة اليمين عند المساحة الخالية على الطرف. الحكم يشير إلى ركلة ركنية. مختاريان مرت الكرة بشكل جميل. تشتيت الكرة الآن، محاولة لرد الخطورة. الخطورة الآن في الجانب الآخر. راحت الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. كرة طولية إلى الأمام. أوديغارد، رايس، هافر، دومفريس، شالهانوغلو. تمريرة جميلة لا يمكن إهدارها. يا إلهي، تدخل جميل في اللقطة الأخيرة. جورجينيو يحاول لعب الكرة إلى الأمام. هافرز، الكرة تتحول بعد ذلك إلى ركنية. دفاع رائع جدا، نرفع القبعة لهذا الأداء الدفاعي العالي. جابرييل مارتينيلي، أرسنال ممكن يستغل هذه الفرصة. هذه هي كرة القدم. باستوني، هافرز، تشانالوغلو. تمريرة مرة أخرى للوسط. خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. يفضل العودة بالكرة. رايس، متأخرين في النتيجة مع اقترابنا من نهاية الشوط الأول. أعتقد يفكرون على الأقل في تسجيل هدف. يلعب ضربة رأسية، تدرج جميل بالكرة، إيصالها المنطقة بشكل جيد، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن موفقة. مارتينيز حاول بضربة رأسية لكن غاب عنها التركيز. بالتأكيد يلوم نفسه بعض الشيء على ضياع هذه الفرصة. وايت، جابرييل ماغالايس بدون مخاطرة يعود بالكرة. سليبا، هافرز يحاول استغلال المساحة إذا وصلت إليه الكرة. باستوني شتت الكرة بعيدا، يستعيد الكرة بسرعة. مساحة خالية على الجانب. تمريرة لم تكن دقيقة بدون خطورة تذكر. أوديغارد، وايت، وترجع الكرة إلى الحارس، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. هافرز، لمسة على اليسار،
فرصة سانحة للتسديد. ينجح المدافع في تغيير اتجاه الكرة العرضية، تتحول إلى ركنية بعد ذلك. يبعد الكرة عن المرمى. لمسة بينية. رايس يرسل كرة. يبعد الكرة بعيدا عن المرمى. أوديغارد. تورام يتسبب في خطأ. يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه. ايقاف الهجمه في الوقت المناسب قبل ان تكون الامور اكثر صعوبه. رايس وكره ملعوبه الى الامام بسرعه. الله على هذه المهاره. مختاريان بمبدأ الأمان يعود بالكرة. دومفريس. تشال هانوغلو يلعبها على اليمين وعرض. كرة رأسية. كرة باتجاه المرمى. الله مارك ينجح في التسجيل. إنتر أحرزوا هدف التعادل الذي كانوا يبحثون عنه. أجمل كرة عرضية واستحقت نهاية جميلة. مجهود كبير من اللاعب في التحرك للأمام، قراءة الهجمة بشكل سليم، تواجد في المكان المناسب من أجل وضع الكرة في الشباك. هذه الأمور لا تحدث صدفة بصراحة، تحتاج إلى ذكاء كروي. التعادل لا يزال مستمر. مباراة كبيرة بين الفريقين الأقوى، نتيجة متعادلة والأداء فيه ندية كبيرة بين اللاعبين على أرضية الملعب، وهو ما يعكس التوقعات قبل إقامة هذا اللقاء. وحتى اللحظة لا نجزم بتفوق فريق على الآخر في هذه المواجهة الصعبة والمتكافئة. تورام سرعة غير عادية ودقة في التمرير. يعدي إلى منطقة الجزاء. موجود لإبعاد الكرة. رايس كرة طولية في اتجاه ساكا. مختاريان بدون مخاطرة يعود بالكرة. دومفريس. يلعب كرة على اليسار والكرة في المساحة. تمريرة بينية تبدو خطيرة. وفي هذه اللحظة صافرة حكم المباراة لإعلان نهاية الشوط الأول. أرسنال يستأنف الشوط الثاني بركلة البداية. تشانالوغلو. رايس. ساكا.
خسر المواجهة أمام خصمه. مارتينيز، وايت يتدخل في الوقت المناسب. أوديغارد في الوقت المناسب يتدخل. محاولة من جهة اليسار. يا عيني، شوف كيف يتعامل مع الكرة بقدمه. مختاريان، ساكا يظهر الآن مواهبة دفاعية في هذه الكرة. تشانالوغلو، مختاريان، مرت الكرة، فاتت ومرت، وصلت إليه. رايس، مارتينيلي، مارتينيلي، جورجينيو، أوديغارد، تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز إلى تورام، ممتاز في التمرير. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. يحاول استفادة من زميله في جانب الملعب. أوديغارد، سليبا، مارتينيز، تمريرة جميلة وكرة ضربة رأسية، لم ينجح في تحويل الكرة إلى المرمى، تمكن من المراوغة وإرسال كرة عرضية، وهذا أمر يتحمل الدفاع اللي عليه أن يعمل بشكل أفضل في الفرص القادمة. وايت، تورام، مارتينيز، تشانالوغلو، تشانالوغلو كان على وشك استغلال هذا الخطأ. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ رايس، رايس، أوديغارد، هافرتز يلعب كرة للجانب الأيمن، لديه مساحة هنا، لمسة رائعة من ساكا. دفاع يشتت الكرة. يعود بالكرة لخط الوسط. كرة طولية في المساحة الخالية. يبعدونها. يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء. كرة يسدد الكرة. الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. وايت قام بما هو عليه مطلوب منه بالضبط، ولكن حارس المرمى يتمكن من إبعاد الخطر. الآن فرصة لهجوم معاكس. الهجوم تحول الآن إلى الجهة الأخرى. مختاريان، مارتينيز، مارتينيز، أوه تصدي غير عادي من حارس المرمى. مارتينيز، نعم نعم، حاول أن يسجل لكن واجه حارس غير عادي، تمكن من صدها من ردة فعل غير عادية. يبحث عن المهاجم، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى.
جورجينيو، رايس، جابرييل ماغالايس. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يسيطر على الكرة، انطلاقة مدافع إلى الأمام. ديفراي قلب الأسد، يبعد الكرة بشكل رائع. تشانالوغلو، الكرة ملعوبة من مسافة، كرة إلى الأمام، مارتينيز. تشانالوغلو يلعبها قصيرة، تشالهانوغلو ويلعبها مارتينيز، لم ينجح في تحويل هدف المرة. تدخل في توقيت حاسم، تلعب الكرة إلى الأمام. أرسنال ينقل الكرة بشكل سريع ورائع. مختاريان، ديفراي، تشالهانوغلو، كرة طويلة للأمام، رايس، وايت، مارتينيلي يستقبل كرة في وضعية ممتازة، عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة. ديفراي تدخل في الوقت المناسب لإيقاف الهجمة وتحدى انطلاقة هجومية كانت واعدة. جابرييل ماغالايس، أوديغار، مارتينيلي سيحاول استلام الكرة، قد تكون هنالك شوية مساحة خالية. مختاريان، باريلا، تشالهانوغلو، مختاريان، لمسة على اليسار، تيكي تاكا مميزة ورائعة من هذا الفريق. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية، ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة. ساكا يثبت أنه يلعب من أجل الفريق في كل مكان، سواء في الدفاع في الهجوم. كرة كانت في منتهى الخطورة، لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله، وتعود الكرة إلى حارس المرمى. ديفراي، يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، تدرج كروي رائع، تمريرات سريعة وقصيرة، يلعب كرة على اليسار، جديدة من أول لمسة، هدف تراوي. ومع هذا الهدف تكتمل العودة في النتيجة. والآن يتقدمون في النتيجة بفارق هدف. كرة طويلة إلى الأمام، مارتينيز يمر ويلعب كرة بينية،
الكرة تمر من الجميع. استلام جميل الكرة. شالهانوغلو لمسة على اليسار. عرضية داخل ال 18. تشتيت الكرة. وستكون هنا رمية تماس. والآن وقت إجراء تغيير مع توقف اللعب. باريلا موجود هنا لقطع الكرة. جابرييل مارتينيلي. منافسة قوية جدا جسديا بين اللاعبين. رايس انطلاقة في وسط الملعب. أرسنال كان في بعض التسرع هنا، لكن تكرار المحاولة راح يكون أفضل بالتأكيد. محاولة لخلق فرص هجومية. الآن فيه لاعب هجومي. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ رايس. أعتقد حان الوقت لكي يفكر المدرب في الدكة في استخدام التغييرات المتاحة. باريلا. والآن فرصة للتحول للهجوم. مارتينيز. بإمكانه إبعاد الكرة. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف أضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. زينشينكو. كرة طولية ممتازة نحو الهجوم. تشانالوغلو. كرة طولية إلى الأمام. باستوني. مختاريان. إنتر لديه جودة كبيرة في التمرير. دومفريس. كرة تعود الوسط. باريلا يلعب كرة على اليسار. مختاريان. كرة عرضية. جورام على تنفيذ الخطأ. تمريرة جميلة. قتلت الهجمة قبل أن تبدأ. باريلا يلعبها على طرف الملعب. يبحث عن المهاجم. تروسارد. رايس. باريلا. كرة طويلة للأمام. اعتراض في وقت مثالي. أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. رايس. تروسارد. زينشينكو. تروسارد. كرة من جهة اليمين. زينشينكو يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. يتقدم اللاعب في الجهة اليسرى. مارتينيز. لمسة على اليسار. تدخل سريع وإبعاد الكرة إلى ركنية.
عرضية ملعوبة إلى القائم البعيد. إنتر ومحاولة مع المرتدة. الخطورة الآن في الجانب الآخر. يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. يلعب كرة على اليسار. يحصل مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسب الحكم. الكرة في المرمى، يا سلام، إنها لحظة من لحظات الإبداع والإمتاع في عالم المستديرة. تقدم لم يدم طويلا، لم يتهنوا بهذا الهدف. التعادل يعيدنا لنقطة الصفر. هدف مهم جدا من الناحية النفسية. الآن أنت لا تستقبل الضغط مثل المنافس، وعليك أن تستفيد من هذه الوضعية. سجل هدفان يمكن اعتباره هدف كلاسيكي. التمريرة الحاسمة المميزة كانت الأساس في التسجيل. مرة أخرى يسجل، يؤكد لك على الثنائية. نجحوا في معادلة النتيجة. عودة سريعة، تمكنوا من إدراك هدف التعادل قبل أن تخرج المباراة من بين أيديهم. تورام. في وقت مناسب جدا يقطع الكرة. مختاريان. تشالهانوغلو. تورام. يلعب كرة للجانب الأيمن. تحكم رائع في الكرة. والعرضية. الآن يعود الخلف. تشالهانوغلو. كرة ممتازة، فرصة للتسديد. تشالهانوغلو. التسديد الآن. وينجح في استعادة الكرة سريعا. تسديدة أخرى. تورام في موقع التسلل. بافار. باريلا يلعبها طولية. اعتراض رائع للكرة. يعرف أنه تشالهانوغلو يرتكب مخالفة واضحة جدا. جورجينيو. من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. ساكا حاول القيام بالكثير من الأمور في نفس الوقت، بالتالي فقد الكرة. كان من الأفضل أن يركز على التسديد. تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز إلى تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. يحاول تمريرها من بين المدافعين. الكرة رأسية في أفضل مكان، لكن النهاية لم تكن ناجحة.
تجاوز ولعب كرة عرضية كان يمكن تفاديها، لكن الدفاع لديه مشاكل في مباراة اليوم، بعض المواقف تؤكد لك ذلك. يلعب كرة إلى الأمام، كرة طولية ممتازة نحو الهجوم. مارتينيز، الله ما أروع هذه اللعبة، ممتاز في التحكم. إنتر يجب أن نشيد برغبتهم في تحقيق الانتصار بالتأكيد، بعض الأندية لا تغامر في الدقائق المتأخرة من المباراة. يقطعها في الوقت المناسب، أداء رائع جدا من المدافع. مارتينيز، مرت الكرة، تورام، الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى. قدرة غير عادية في المرتدات بأقل عدد من التمريرات بفترة زمنية بسيطة. رايس، وايت، مطلوب منهم الكثير من الجهد للتعامل مع هذه الحالات ومحاولة خلق خطورة. ضغط قوي وينجح في استعادتها. تشانالوغلو، تحية كبيرة على روح الفريق العالية ورغبته في تحقيق الانتصار، الاستمرار في المحاولة أمام المرمى حتى الدقائق المتأخرة. تروسارد، رايس، هافرز، يحتسب الحكم ركلة حرة. حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب، لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر، ستكون بطاقة ربما حاضرة. يبعد الكرة عن المرمى. أرسنال يظهر شخصيته في الدقائق الأخيرة، يؤكد أنه غير راضي بالتعادل ويريد أن يخرج منتصرا من هذه المباراة. يلعبها لمنطقة الخطر. هافرز لم يكن محظوظ، الفرصة الخطيرة جدا. هافرز كانت أمام فرصة حقيقية وكان عليه أن يستغلها بشكل أفضل مما شاهدنا. مختاريان يلعبها على اليمين، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. تانكلينج سليم قانوني، يستعيد الكرة مرة أخرى. تشالهانوغلو لديه حلول كثيرة الآن، والتسديد، هدف تراوي. الله، عودة للتقدم من جديد. هدف لا يمكن أن تلوم في حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة. ينجحون في التقدم بالنتيجة بفارق هدف وحيد. الكرة ملعوبة من مسافة،
أفار يشتت الكرة، تعود الكرة إليهم مرة أخرى. تروسار، قد تكون هذه فرصتهم. لا يفقدون الأمل في الدقائق الأخيرة، ما زال يحاول فريق الإفلات من الخسارة وتحقيق التعادل. يفقد الكرة تحت الضغط، لا يرغبون في التراجع والدفاع، فقط يهاجمون، يتقدمون، يحاولون أن يصلوا إلى هدف التعزيز في هذه المباراة. مع مواجهة اسلوب يعتمد على الاختراق بالكرات البينية، يجب أن يكون الدفاع حذر جدا في التعامل مع هذا النهج. تمركز سليم، الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة، إنذار مستحق في رأيي. ربما لو مرت لكانت خطيرة، دفاع رائع اليوم. تشانالوغلو، تورام يتلقى الكرة، كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. رايس يرتكب مخالفة واضحة جدا، أظن أن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. تألق غير عادي من الدفاع في مباراة اليوم. باستوني، وايت، وتدخل كان حاسم هنا من أجل استعادة الكرة. تشالهانوغلو، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، وعرضية، ضربة رأسية، لم يتعامل معها بشكل جيد. تورام يعرف جيدا ان في مثل هذه الكرات يحتاجون، بالذات بسبب تكوينه الجيد وطوله، لكن عليه ان يركز في المرات القادمه. زينتشينكو يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. كرة بالعرض بهدوء وكثير من العزم، يحاولون تحقيق التعادل قبل نهاية المباراة. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. تغيير اتجاه اللعب، تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز إلى عدة الكرة. يزول خطر مؤقتا بعد تدخل سريع من المدافع على الكرة العرضية، الآن تحولت إلى ركنية. يخلص الكرة عن مناطق الخطر. تلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. تدخل رائع بعد الكرة العرضية. هل تكون هذه هي فرصة تعادل؟ لم يتبقى أمامه الكثير من الوقت وعليهم استغلال الفرصة. باريلا، أعتقد أنهم يراقبون الساعة الآن في انتظار صافرة الحكم. كرة كانت في منتهى الخطورة، لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. إنتر عليهم استغلال هذه الفرصة لإنهاء أي أمل في العودة في الدقائق المتبقية من المباراة. يبحث عن المهاجم، انطلاقة غير عادية، هذه كرة خطيرة. تشانالوغلو، الكرة القريبة لكنها لم تسجل.
وللأسف في كرة القدم لا مجال لاحتساب الكرات السانحة للتسجيل. أكيد محبط على ضياع هذه الفرصة على فريقه، كانت فرصة سانحة للتسجيل. وايت، سليبة، يبحث عن زميله، تشانالوغلو، مختاريان، لا يجازف، يحاول الحفاظ على الكرة حتى النهاية. ديفراي، باريلا، يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية. زينتشينكو، هافرز، رايس، اللاعب يستلم، تروسار، يبعدها السومر. يجب استغلال الفرصة ومحاولة إدراك التعادل، لأن الدقائق تمر ولا يوجد وقت كافي لصناعة فرصة أخرى. تصل الكرة إلى الحارس مباشرة. دومفريس، ديفراي، تشالهانوغلو، من سيستلم هذه التمريره الطوليه؟ استعاده سريعه للكره، بافار، باستوني، بافار، باريلا، كره طوليه ممتازه نحو الهجوم، وصلت إليه، لمسة على اليسار، نجحوا في تخليص كل الكرات. يلعبها في المساحة، مساحة كبيرة أمامه، يلعب الكرة الرأسية، كان لابد من التشتيت. ضغط كبير يساعده في استعادة الكرة. رايس على تنفيذ الخطأ. تورام يرفعها عالية. يلعبون ركنية قصيرة. زينتشينكو، سليبا، وايت، زينتشينكو، كرة إلى الأمام، والآن فرصة موجودة. الله على التدخل في هذا الوقت الحاسم، في هذا الوقت المثالي. مارتينيز، باريلا، باريلا، بافار، دومفريس، يحاول لعب الكرة إلى الأمام، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. تروسارد يستعيد الكرة بعد ضغط قوي. تورام، ينجح في المرور، كرة أرضية، يطلق الحكم صافرة لإنهاء المباراة.
الآن.